حتى بس ننطي جنرال فشي عام عن الامور اللي راح نسويها. احنا اليوم راح نتعلم على الاركيتكتشر فوتوغرافي اللي هو التصوير المعماري. احنا دائما نحاول بالورش اللي نسويها نركز على جانبين. الجانب الاول يكون عندنا معلومات ثقافيه تثقيفيه جديده توصلك انت تقدر تسولف بيها، تقدر تحكي بيها، يصير عندك خزين لأشياء جديدة. والجانب الآخر اللي هو يكون عملي. فإحنا اليوم الدكتور صلاح تكفل بالجانب الأول بمعلومات قد تناقشها يعني لأول مرة، والجانب العملي راح نسولف فيه. قبل ما ندخل بموضوع الأركيتكتشر فوتوغرافي، خلي في بالك أنه التصوير المعماري واحد من أكثر أنواع التصوير اللي تقدر من خلالها يصير لك بيها ستايلك الخاص. ستايلك الخاص شنو؟ بمساحة أكبر من الفنون الأخرى. يعني شلون؟ لو نريد نجي نحكي على نستعرض فنون التصوير مثلا، خلينا نقول البورتري. البورتري المساحة اللي عندك حتى يصير لك أسلوبك الخاص أو ستايلك الخاص نوعا ما محدودة. اما تكون بالمعالجه لك فد نمط معين بالمعالجه مثل جيفريز وغيره من المصورين، او بالتكوينات تكوين معين انه انت، او من نوع القطع. ودائما الاشياء الغريبه قد تقابل برد فعل قوي. يعني اذا تخترع قطوعات ما موجوده سابقا تلقى نسبه كبيره من الناس ممكن تعارضك لحد ما انت تثبت وجهه نظرك. التصوير المعماري عكس هذا الموضوع تماما. كل ما تسوي قطع جديد، كل ما انت جبت شيء جديد سويت اسلوبك الخاص، كل ما لقيت زاوية جديدة، كل ما استخدمت عدسة تختلف عن غيرك، كل ما استخدمت تكنيك يختلف بالمعالجة، كل ما تحكمت بالاشياء الموجودة بالكادر صار عندك انت ستايل او اسلوبك الخاص اللي ما حد يقدر يعارضك عليه، ما حد يقول لك غلط. فهاي واحدة من النقاط المهمة في موضوع التصوير المعماري. بالنسبة إلي كتصوير معماري أنا عندي بروجكت دا أشتغل عليه صار فترة اللي هو العمارة الإسلامية. العمارة الإسلامية بنسق وبتصوير وبستايل معين أنا دا أشتغل عليه. البروجكت بعده مستمر. الآن أنا اشتغلت بالعراق، صورت بالعراق، انتقلت إلى القاهرة صورت بالقاهرة، انتقلت للإمارات صورت بالإمارات، لأنه هذه المكانات بيها أكو تباين في موضوع العمارة الإسلامية بين الحديث وبين القديم، بين الأصيل، بين الأشياء اللي تخص العباسيين والأمويين وغيرها من الأشياء التاريخية. الآن الخطة هي مكانين المفروض خلال هذه السنة والسنة الجاية اللي هي تركيا وإيران. هذه تقريبا الخمس او ست دول راح يكمل بيها بروجكت العماره الاسلاميه اللي كلها تشترك بشيء واحد اللي هو اسلوب التصوير او تكنيك التصوير. تمام؟ العماره الاسلاميه فشي او الاركيتكتشر بشكل عام شيء كلش حلو، واحد من الفنون اللي راح حيل تتونس بيها، لانه دائما تحتاج انت تشتغل بوحدك. انت تشتغل بوحدك، واحد من فنون التصوير القليلة اللي انت تقدر تشتغل بيها بوحدك وتنجز وتطلع من عندك نتائج كلش قوية. يعني تاخذ وقتك بالتصوير، اختيار الكادر، القعدة، تباوع، تسأل الناس، تحكي ويا الناس، تشوف هاي ليش، هاي شنو هنا، هاي ايش مستخدمين، ليش هيك مسوين زخارف، ليش هيك مسوين كذا، تقوم تسأل، تصير عندك تساؤلات اثناء بوجودك بالمكان، تفتح لك آفاق كلش كبيرة، تعرف بها عن التاريخ. يعني على سبيل المثال القاهرة الطابوق اللي بالشارع هو يحكي تاريخ. تمام؟ فراح نحكي هسه مبدئيا على أمور أساسيات فيما يخص التصوير المعماري، شنو اللي تحتاجه. ممكن أكو أشياء تتعارض مع ستايل آخر من ستايلات التصوير المعماري، وممكن بعد هذه اللي أنا أشتغل بيها. بالمقابل راح نشوف المعالجة شلون نعالج، ونحكي بعض الأمور التقنية اللي كلش راح تخدمنا بالشغل. حتى يصير عندنا جنرال ديسكشن ويصير عندنا فد نقاش عام عن موضوع التصوير المعماري،
خلي في بالك أكو نوعين من أنواع التصوير، أو خلي نسميهم مدرستين من مدارس التصوير المعماري. الأولى اللي تفرض عليك وجود عنصر بشري بالصورة، لذلك دائما تشوف أكو جزء من الناس يقول لك أنت لو أكو عنصر بشري، لو أكو أحد شخص موجود بالصورة يدخل حتى نقارن الحجم، حجم البناء يصير أكو عنصر مقارنة، لأنه إحنا نعرف حجم الطبيعي للإنسان، فعقلنا يقدر يسوي سيميليشن سريعة ويسوي مقارنة ويعرف أنه هذا حجم الارتفاع إيش قد. هذا جزء، هذا جانب، هذه مدرسة. الجانب الآخر اللي هي التصوير المعماري لغرض المعمار نفسه، اللي هي ما تشترط وجود العنصر البشري، لأن العنصر البشري راح يدخلك بغير أشياء. يعني وجود العنصر البشري على سبيل المثال بهذا المكان، وجوده راح يدخلني بأبعاد، خلينا نقول أبعاد فلسفية فنية غير اللي أنا أريدهن. راح يدخلني بالحجم، بالملابس مالته، ممكن على سبيل المثال خلينا نتناقش، إذا كانت هنا هسة بنية بملابس أجنبية سياحية سائحة، شورت كيمونة شفقة، هاي الأشياء، راح الموضوع بها اتجاه، راح الموضوع باتجاهات سياحية، راح الموضوع باتجاه أنه جامع ودي يدخلوا لناس بهاي الملابس، طب الموضوع بحرمة الكذا، المسجد أخذ الموضوع أبعاد ثانية تماما. إذا أردنا نخلي شخص لابس دشداشة وكذا وهالأمور، فراح يدخلني بموضوع العبادة والدين، فنشوف شلون الأمور دا تتشعب بمجرد وجود العنصر البشري. إحنا اللي نريد نسوي، إحنا نريد نسوي نصور العمارة لأجل العمارة. فمن أجي أنا أشتغل بهاي الطريقة، أنا راح أجبر المتلقي، طبعا كان يعني عذرا إنه داتا شو ما تنطيك التفاصيل اللي أنت تريدها، ف نقدر يعني نفهم بعض الأشياء ونشوف هواية أمور. إحنا دا نشتغل العمارة لأجل العمارة. أنا مني جيت هسه باوعت هنا، عيني راح تظل تباوع على الزخرفة، على التكوين، على الدرج، على الارتفاع، على التناظر اللي موجود، شلون اشتغلوا هذولا، هذا شلون بنى. هذا من نحكي إحنا على بناء بال1800، شنو الطريقة اللي كانوا يشتغلون بيها، شنو الدقة بمطابقة الجزء اليمين لليسار. وإحنا هسه بال2018، أنت هساني إذا تلزم لك شغلة أنت تباوع عليها ترسمها هنا، دار ترجع ترسمها تلقاها غير شكل، في حين إحنا دا نحكي 1800 بهذه الحقبة راح تشوف هذه عملية التناظر اللي موجودة اللي بالملي، هذا فشي كلش كبير. لذلك إحنا دا نصور المعمار لأجل المعمار نفسه. هسه لو نشوف على سبيل المثال هذا جامع، لو نباوع نشوف نركز هنا الشباك اللي موجود، الشباك مصمم بطريقة صليب. شوف وين بلشت الأمور تفوت، بلشت الأمور تدخل بتساؤلات غير تساؤلات. هذه ليش على شكل صليب؟ هذا وين يسحبك؟ يسحبك يرجعك إلى الطريقة اللي نبنى بيها، من العمال اللي اشتغلوا، من المشرف المهندس على البناء. هذا جامع الرفاعي بالقاهرة، جواني قاعد دا أفتر، والثريات اللي موجودة بيها ثريات كلش ضخمة، السلاسل مربوطة بمن؟ سلاسل أول مرة تنزل مجموعة بعدين تربط بمرابط وتتفرع. هذه المرابط هي عبارة عن نجمة داود، النجمة الإسرائيلية، نجمة داود. يابا تعال خلي نسولف، هاي شنو هو وجودها؟ ليش موجودة؟ هو جامع، هو عمارة إسلامية، هو كذا. من قعدنا نسولف إحنا جوا بالبناء، وإجا الشخص المسؤول. طبعا الحلو بالقاهرة كل جامع، كل معلم سياحي تلقى أكو شخص موجود عند التاريخ الكامل، موظف قاعد بالجامع يستقبل السواح، عند التاريخ الكامل لكل شيء. من إجينا قعدنا نسولف وقعدنا نتناقش، وصلنا إلى نتيجة شنو؟ وصلنا إلى أنه هاي الثريات كانت جاية هدية للسلطان اللي أمر ببناء المسجد، وجت من خلال البواخر من تجار، هم خلي نسميه يهود، تجار من التجار اليهود، هذه كانت هدية من عندهم. فطبينا بأشياء، أشياء تخبل، أشياء تونس. الحلو بالموضوع من أنت تشوف هذا التاريخ بعده مكانك، بعده واقف، وبعده نفس الرونق مالته. هذه جمالية التصوير المعماري لأجل المعمار. تدخل جوه هنا تفوت
تلقى البناء الداخلي الدنق اللي موجودة البناء متناظر بنسبة إيش قاعد أقول لك 100%، مو 100%، 100%. بس تلقى شغلة واحدة، كل العواميد اللي هي الموزعة داخل البناء عليها من 4 وجوه زخرفة بقطر متر، 70 زخرفة كلها تختلف، واحدة ما تشبه الثانية، في حين البناء كله هو متناظر، يعني الجزء اليمين يساوي الجزء اليسار، وين ما أنت توقف تلقى اليمين يشابه اليسار، إلا هذه الأشياء. 70 دائرة زخرفية بقطر متر موزعة بكل الأرجاء، واحدة ما تشبه الثانية. زين هاي ليش؟ شلون اشتغلوها؟ شلون صمموها؟ شنو اللي فكروا به؟ هذا جمالية التصوير المعماري لأجل المعمار. ونرجع إلى فقرة أنه ينطيك الستايل الخاص بك، فأنت تقدر تحدد شنو الأسلوب اللي أنا أريد أشتغل به. أكو أسلوب آخر اللي هو المعماري الدعائي، اللي أنت تصور المعماري الانتيريال ديزاين، تصاميم الديزاين الداخلية، نستخدم بها نفس التقنيات اللي راح نشتغل بها، ونستخدم نفس التقنيات الموجودة هنا لكن بقيم مختلفة. يعني راح استخدم نفس اسلوب الدمج، نفس اسلوب التصوير، نفس اسلوب التحضير، الغراض، المعدات، لكن القيم اللي استخدمها تكون مختلفة. لهنا تمام؟ جيد. هسه عندنا اكو مجموعة اشياء ممكن احنا ننتبه عليها بالتصوير المعماري. عندنا الاشياء القديمة الاولد اركيتكتشر والمودرن اركيتكتشر اللي هو الاشياء الحديثة والاشياء القديمة. هاي الامور اللي تدور عليها تقدر تخلي في بالك انه الاركيتكتشر او البناء المعماري يكون كلش قوي من نخليه ضمن اللاندسكيب، ضمن مشهد معين، من أدور على فد بناء، فد كوخ، شيء مصمم معين ضمن فضاء، يكون عامل جدا قوي في موضوع التصوير المعماري. أكو التصوير المعماري لأجل الإضاءة، بعض الأحيان نصور المعمار لأجل الإضاءة الموجودة به. يعني على سبيل المثال جامع الشيخ زايد، جامع الشيخ زايد مهندس الإضاءة اللي موجود به مصمم الإضاءة بطريقة معينة حسب الأشهر القمرية، حسب الأيام اللي يدور بها القمر تتغير الإضاءة، شدة الإضاءة، اللون مالتها، توزيعها، يتغير على البناء كله. ويتغير القمر البناء شكله الخارجي يختلف بالإضاءة، فنقدر نصور المعمار لأجل الإضاءة. دائما نقدر نشتغل المعمار لأجل الإضاءة، لأجل التصوير الليلي، المعمار لأجل الليل. دائما نشوف البندقية وبرج إيفل، هاي التصاميم والأشياء المعمارية بالليل ويتعاملها ويا الإضاءة تنطيني فد أشياء كلش ضخمة يعني وحلوة. يعني مجموعة أشياء هذه it's not just about buildings. خلي في بالك المعمار هو مو فقط للبناء نفسه، للقصة وراء البناء، للإحساس اللي وراء البناء. زها حديد شنو اللي خلاها تكون رائدة في مجال التصميم المعماري؟ لأنه بناياتها تنطلق من قصة، تصاميمها تنطلق من قصة، من شكل. يعني على سبيل المثال هسه حاليا احنا بلشت بناء زها حديد، تنفيذ بناية البنك المركزي هنا. القصة من وراها، القصة الناقصة مع الأسف، مو القصة الكاملة، اللي هي إيحاء بضبة الفلوس. ماكم تفر شايفين انتو الدولار يستخدموه، طلعوهم دائما بالافلام يسووها على شكل رولات يجي ويضربها تيب، فهذا الشكل الفوق هو اللي مستوحى من عنده. طبعا هذا القصة الناقصة، اكو شيء بعد اكبر بالتصميم. القصد انه انت المعمار مو لاجل البناء، لاجل القصة من وراء المعمار. على سبيل المثال من يعرف تاج محل شنو القصة مالته؟ تاج محل عبارة عن قصر بناء الأمير إلى زوجته هدية. أيضا تاج محل متناظر بنسبة 100% متناظر، وكان ديبني لنفسه واحد آخر أيضا متناظر بلون أسود، التاج محل كله أبيض، لكن مات قبل ما ينفذ البناء، مكان القبر مال زوجته موجود بالسنتر. الاختلاف الوحيد، الاختلال بالتوازن الوحيد بتاج محل هو مكان قبر الزوج، لأنه هي صايرة بالنص، فقبر الزوج صار بالجانب.
فالاختلال التوازن الوحيد بتاج محل انه انت تلقى القبر مال الزوجه بالسنتر والزوج على يمينها القبر مالته وما لحق يبني البناء الاخر. فقصه اللي موجوده ورا البناء هي المهمه. طبعا اشياء المودرن اركيتكتشر، الاشياء المعماريه اللي نقدر نصور بيها، نقتطع اجزاء من البنايات، نتحكم باللون، ناخذ اشياء زوايا تختلف، نقدر نطلع بيها العماره الحديثه. هذه مثلا فد مثال الى استغلال المساحه الفارغه اللاندسكيب ونحن نخلي بيها جزء فد بناء معماري. هنا أنا راح نشوف انه التصوير لاجل الاضاءه اولا، تصوير لاجل المشهد العام، تصوير الليلي، تصوير لأجل الاركيتكتشر نفس المكان، والتصوير بوضع الجزء المعماري بالفيلد. بالضبط، تضاد بالألوان هذا كلش مهم. شنو اللي تحتاجه؟ What you need؟ راح نحتاج أشياء كلش مهمة لازم تتوفر عندك حتى تقدر تطلع بنتاج قوي للتصوير المعماري. أولا نحتاج كاميرا أكيد يعني. اثنين راح نحتاج نوعين من العدسات، النوع الأول اللي هو الوايد لينز والنوع الآخر اللي هو اللونج لينز أو اللي ما نسميه إحنا بالعدسات الطويلة اللي بيها أبعاد بؤرية طويلة، يعني إذا نحكي على 70 200 300 ملم 400 ملم. هذا الموضوع واحد من الأشياء اللي ما متعارف عليها دائما، أول ما تحكي معماري يقول لك استخدم عدسات وايد أنجل. الوايد أنجل مو دائما مهمة، يعني مو دائما صحيحة تكون. ليش؟ من يقدر يقول الوايد انجل مو دائما صحيحه؟ ليش؟ سوي تشوه. شنو السبب اذا صار تشوه؟ بعض الاحيان التشوه يكون فني اصلا. التقعر يعني الموجود. الفكره وين؟ بالمساحه. تشوه البناء. اكو جزئين من اللي يطلب من عندك صوره معماريه، نوعين من الناس. النوع الاول يريدها صوره فنيه، النوع الآخر يريدها صورة دعائية إلى نفسه اللي هو المصمم المعماري. المصمم المعماري جريمة هو قاعد يشتغل 4-5 سنوات حتى يطلع البناء مالته فت بأبعاد صحيحة بارتفاعات وثبات وزين جزء مستوي تنطش صورة مالته ما يلقى قايله هيك. فإذا كان الصورة الهدف من عندها هدف فني فنستخدم، احنا ما عندنا مشكله نشتغل بالعدسات الوايد، يطلع عندنا هذا العمق اللي موجود بالصوره، الاحساس بالمكان، تحس نفسك انت واقف بنص يعني بنص المكان، تشوف العمليه كلش كبيره. يعني هسه لو اريد نباوع هنا، هذه المساحه هي مو ضخمه مو كبيره، يعني انا واقف بمسافه كلش قريبه والبناء مو حيل عالي، بس لي العدسه للمساحه. نقدر نطفي الاضاءه ضياء؟ اي والله، بس هذه بالاخير اي والله لو طفي هاي بس شويه ونرجع حتى يبين يمك ايضا، هذه يبين يعني اضبط على الشاشه حتى تكون مهمه. أي صار دلل. لو نباوع هنا نشوف انه المكان مو حيل ضخم هو اصلا للي رايح وشايفه، بس وجودك انت واستخدام عدسه كلش واسعه ينطيك هذا الاحساس بالضخامه. الموضوع هذا شبيه، الموضوع هذا فنيا يخدمك انت من تريد تستخدمه فنيا، لكن ترويجيا تجاريا هو مو صحيح. لذلك مصورين المعمار اللي يشتغلون بمجال التجاري اللي يتعاملون ويا مصممين الديكور يحتاج انه تكون عنده عدسه تل شيفت. تل شيفت هي عدسه سوبر وايد انجل بس بدون انحناءات، واسعارها توصل الى 3000 4000 5000 دولار، في حين الاعتياديه العدسه الاعتياديه يكون سعرها 700 دولار مثل ال 17 40 او حتى ال 10 20 السيجما اللي هي فتشي سعرها 300 دولار. فالموضوع دخل بالامور التجاريه، يحتاج من عندك غير اشياء حبيبي. هذه جامع الشيخ زايد. ألفين وعشرة أو اثنا عشر حبيبي. عندك عبارة بالمحطة، أي الفقرة اللي راح توصلها زين الترايبود. الترايبود فضلت عبارة قلت الثبات 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 صح. هذا نرجع عليها.
هسه حكينا قلنا وايد لينز واللونج لينز، خلي في بالك الوايد لينز تنطيك الاحساس بالمساحه الواسعه، اللونج لينز ينطيك امكانيه انه انت تتخلص من الديستورشن او الانحناء اللي يصير عندنا بالاشياء العموديه بالامور اللي البنايات، هذه الامور كلها نقدر نتخلص من عندها اذا كانت عندنا مساحه برا خارجي بنصور البناء من الخارج، فنستخدم عدسات طويله البعد البؤري تلغي لنا هذا الاحتياج. الترايبود، الترايبود اللي هو الحامل الثلاثي، احنا سؤال صغير، يصير اني اشتري سيارة ما توصلني؟ يصير؟ يصير اشتري تلفزيون ما يطلع لي صورة ما اقدر اباوع به؟ نفس العملية، يصير اني اشتري حامل ثلاثي هدفه تثبيت الكاميرا وما يثبت لي الكاميرا؟ ما بيكون فايدة. اذا ما كان نسبة الثبات مالته 100%، طبعا من نقول نسبة الثبات 100% شنو؟ يعني يتعامل ويا العدسات الوزنها كبير بشكل ثابت، واحد. اثنين، الارجل مالته من تنصب الستاند على يعني كل الطول مالته هو نفس الثبات اللي يوفر لك اياه اذا ما فتحت الستاند كله. ثلاثة، بناء اللي هو المادة المصنوعة من عدها من يمر من خلالها الهواء ما تسبب إشكال، يعني الهواء من يمر المادة المصنوع من عدها ما تتأثر ما تنزاح ما يصير أكو بيها تيارات تبلش تتحرك داخل الترايبود وممكن تسبب عندك مشاكل. أربعة، الستاند يكون مقاوم للظروف الطبيعية، المي، التراب، الثلج، لأنه أنت راح تستخدمه بكلش هواية مكانات تخليه داخل المي حتى تصور لونج إكسبوجر وغيره، تخليه بالثلج، تخليه بالصحراء، بالرمل، لازم يكون مقاوم. خمسة، لازم يكون وزنه خفيف. ثبات مو يعني ثقيل، ثبات مو يعني ثقيل. إحنا طريقتنا بالبناء حط لي حائط 9 إنجات، سوي لي السقف هالكبرى، نزل لي المدري منو، هذا والله شنو البيت اريده تكمه. حبيبي البيت تكمه مو يعني اني اكون طابوق هالقد، بيت تكمه مو يعني اني اسوي بهالضخامه هاي، لانه اذا وقع علي ملخني. الستاند نفس الشيء، الستاند اريد ستاند ثابت، مو يعني ستاند وزنه يعني وزنه كبير، يعني مو ستاند مصنوع من الحديد لا راح تقدر تتعامل وياه، لا تشيله بطريقة صحيحة ولا تقدر أنت تنقله بطريقة سلسة، وإذا وقع فما تلحق عليه، يعني يوقع لك الكاميرا ويفلش لك إياها هي والوياها. لذلك المادة المصنوع من عدها اللي هي الكربون فايبر، كربون فايبر المادة المصنع من عدها اللامبورغيني، بالضبط اللامبورغيني وغير السيارات الرياضية يستخدمون مادة الكربون فايبر، خفيفة لكن بنفس الوقت ثابتة وقوية وبيها ثبات كلش قوي، وتعاملها ويا التيارات يكون تعامل صحيح. نفس الوقت راح نشوف احنا أجنحة الطائرات وغيرها خفيفة حتى ترتفع الطائرة ويرفعها الهواء، لكن بالمقابل ثابتة قوية، يعني أنا أقدر أحط كارتون وطير بيه بس الهواء يفلشها. من أجي أنا أقيس سماكة الكربون فايبر ويا الكارتون، بعض الأحيان ألقى الكارتون أسمك من الكربون فايبر، كارتونة سموكها أكبر بس قوية. لذلك دائما احنا هاي الامور اللي خليها في بالك ويا الترايبود، انت تدور هذه الاشياء لانهم من دونها ما تسوى. يعني عفوا اذا اردت تشتري الترايبود هسه اتجاهل الكلام الباعني، ها ما لك علاقه بي، ما لك علاقه، انت خلي في بالك، خلي في بالك اذا اردت تشتري ترايبود هيئ نفسك انت تصرف $300 اتليست، هيئ نفسك تستثمر $300 اتليست بالترايبود، اي شيء اقل من هذا السعر راح يسبب لك مشاكل وعمره يكون مو طويل. يعني احنا ما نريد كل اسبوعين كل شهر كل شهرين كل 6 أشهر نشتري ترايبود، احنا نريد ستاند نستخدمه 4 سنوات 5 سنوات. شركة مانفروتو شركة رائدة بمجال الترايبود، والاعلى من عندها شركة جيتزو، جيتزو فقط اللي ما تبيع ترايبود كامل، تبيع لك رجلين بس وهيد بس، تشتري رجلين سعر الرجلين توصل للـ1000 دولار، وسعر الهيد ممكن يوصل الى 800 700 900 دولار تشتري هذا الترايبود. احنا بعدنا ما بدنا نحكي على كل شيء، احنا ما مصورين بعدنا. احنا بعدنا ما مصورين، صار الكاميرا احتمال اغلى. بعدنا ما مصورين. فالمانفروتو شويه ارخص، عندهم حلول كلش حلوه، تبلش الرينج مالتها من 250 200 دولار وانت صاعد. مانفروتو شركه حلوه تقدر تعتمد عليها.
اي برنو واكو فانغارد، هذه اللي هم اقل من الـ من الـ اقل من المانفروتو، اسعارهم معقوله وشغلهم حلو. يعني الفانغارد ممكن يوقف وياك سنتين، يعني ممكن يشتغل وياك سنتين بكل الظروف اللي تشتغل بيها، بعد السنتين تبلش المرابط مالته، يعني تشيل الرجل توقع هيك، يعني الاشياء المقابض اللي بالداخل تبلش توقف. فهذا التايبود. عندي فلتر، واحد من الاشياء الرئيسيه اللي لازم تكون موجوده عندك. راح نجي نحكي على شنو الاندي فلتر. اندي فلتر اللي هو يوفر لي امكانيه حجب كميه الاضاءه الداخل الكاميرا، اللي هو مثل المناظر الشمسيه. هذا الموضوع يوفر لي امكانيه بالتصوير كلش قويه. طبعا متعارف عليه الاندي فلتر هو للتصوير الطبيعه، لكن احنا كمعماريين احتمال نستخدم اكثر من مصور الطبيعه، لانه استخداماتنا له استخدامات فنيه بحته 100%. مصور الطبيعه ممكن يحتاجه فقط لانه وقت التصوير او ظرف التصوير ما يساعده. فاندي فلتر جدا مهم لازم يكون عندك. بولارايز فلتر اللي هو الفلتر اللي يشيل لي الانعكاسات اللي بالصوره عن الزجاج، عن الجام، عن الرفليكشن سيرفيس، عن الارضيات الرخام، وبنفس الوقت يزيد من تشبع الصوره. واللونج لينز مثل ما قلنا نشوف هنا هذا التصوير بعدسه وايد بمسافه قريبه، شوف شكل البناء شلون صار. اذا صورناه بعدسه طويله البعد البؤري من مسافه بعيده راح نشوف البناء شلون صار شكله، اختلف 360 درجه الشكل وكانه بناء ثاني. نرجع للاحتياجات. عندي فلتر، بولارايز فلتر، ريموت كنترول، ما تقدر حياتك تمشيها بدون ريموت كنترول او بديل عن الريموت كنترول، لانه ينطيك امكانيه انه تصور بدون ما تلمس الكاميرا، تكون شويه بعيد عن الكاميرا، لانه انت تعرف خلي في بالك وجودك بينك وبين الستاند هاي المسافه، اذا دا تشتغل على سرعات بطيئه او نشتغل بتكنيك دمج التعريضات اللي راح نحكي به، يعني احتياجك لتصوير مجموعه تعريضات، وقوفك انت هنا والستاند هنا، اكو امكانيه بنسبه 30% انه انت تاثر على ثبات الكاميرا لسبب من الاسباب، ايدك، رجلك، انداريت، باوعت، دنقت، يعني تسبب لك. فرجوعك للخلف مسافه يعني متر او نص متر بوجود الريموت كنترول يامن لك اكبر ثبات ممكن. على قولتك. او ما ينوب عنه اللي هو الواي فاي، اذا كانت كاميرتك بيها واي فاي فتقدر تكنك الموبايل اللي هو الفقره اللي وراها تليفون مالتك، تكنكه وياه وتصور بعيد وتوقف على صفحة. الواي فاي يوفر لك ريموت كنترول أولا، ثانيا يوفر لك اكسترنال مونيتر، وهذا الموضوع يسمح لك أنه أنت تختار زوايا كلش حلوة وزوايا جديدة. يعني أنا من أجي أريد أنصب أخلي الكاميرا مثلا هنا بهذا الارتفاع عن الأرض، ما ممكن أنا أقدر أشوف اللقطة مالتي. حتى ويا الشاشة الكاميرات اللي بيها فليب سكرين والشاشة المتحركة، احتمال أنا دا أصور فيرتيكال، يعني أنا إذا جيت أصور فيرتيكال، ودائما إحنا نستخدم الفيرتيكال كل شوية بالعمودي، يعني بالمعماري، إذا صورت فيرتيكال وفليب سكرين الشاشة راح تطلع منها، لازم أنت شو تسوي؟ تنبطح وتدنق وتنام وتسويك على مود تشوف، وابن أبوك سوي التناظر وطلع. أنت إذا تستخدم وايد، الوايد أنجل يعني مليم مليم، إذا تحركت الكاميرا ما يطلع التناظر، والتناظر اللي مليم يبدأ بداية الصورة بمليم، نهاية الصورة يصير متر. طيب ما قدرت عدل ليش؟ لأنه إحنا شلون دا تشتغل العدسة عندنا فيما يخص الوايد؟ العدسة مالتنا دا تشتغل بهذا الشكل، يعني تزيد ويا كل ما زاد المسافة، كل ما ارتفع البناء يزيد الميلان مالته. فإذا كانت بالزاوية ما مضبوط عندي الأمور، فممكن تيجي التناظر يوصل إلى نهاية الصورة يطلع البناء خارج الكادر. فكلش مهم يكون عندنا external monitor نشتغل به، تليفون حتى نوقف ونباوع ونضبط الكوادر مالتنا بشكل صحيح. تعبتكم مو؟ زين كمل. هذه أمثلة للاندي فلتر. هذا مثال فني لاستخدام الاندي فلتر بالتصوير المعماري، اللي هو إذا أريد أني أطلع حركة الغيوم
بالبناء، أريد أشتغل بطريقة خلينا نقول خلينا نسميها تجريدية، نستخدم البنية المعمارية بطريقة تجريد، استخدام التجريد بالتصوير، أقتطع جزء من عدها. وهواية أنتم شايفين هذه حركة الغيوم اللي تصير على البناء أو حركة الناس ضمن البناء المعماري. هذا الموضوع يوفر لي فلتر الأندي. من الممكن يكون تعريض ثاني، ومن الممكن تطلعه أنت بنفس التعريض إذا كانت كامرتك بها دايناميك رينج كلش عالي. دايناميك رينج اللي هو شنو؟ اللي هو كمية البيانات اللي سجلها المتحسس. هذا السنسر مالتنا إذا سجل كمية بيانات، ومن الممكن كاميرات أخرى تسجل كمية بيانات أكبر. هاي العملية تنطيني مجال، تنطيني مجال أنه أنا أسوي ريكوفرينج للبيانات اللي طالع عندي بمناطق الظل والضوء. يعني المنطقة الظلمة أقدر أنا أرجع التفاصيل من عدها، والمنطقة إضاءتها عالية أقدر أيضا أرجع التفاصيل. فممكن التعريض هذا نحصل عليه هذه الصورة بتعريض واحد إذا كانت الكاميرا مالتي الدايناميك رينج بيها كلش عالي، يعني ملف الرو ببيانات هواي. تمام؟ أو تفضل. ها شنو نقصد به الآن حاليا؟ خلينا نتخيل إذا ردنا نقتص هذا الجزء منه ونصوره، هذا تحول إلى تجريد. كنا أنا أكو عندي فد شيء واحد من السلايدات. هذا الموقع الشخصي مالتي، أكو بقسم اسمه أركيتكتشر. لو أريد نشوف هسه هنا، هذا استخدام البناء لأجل التجريد. هذه هي سقف مال البناية، البناية مربعة والأربع جوانب هي عبارة عن جام ريفلكشن إيريا، توفر لي الانعكاس. ها الإضاءة ضياء حبيبي شوية أي عاشت إيدك. فهنا هذه سقف مال البناء وأربع جوانب هي يعني جام. فأنت تستخدم هذه الأماكن، تستخدم جزء من البناء، جزء من البنية الأساسية للبناء باستخراج تكوينات ثانية، وتبلش تلاعب جزء كل الشبير من عدها يصير باللون والإضاءة. لأنه إذا اللون والإضاءة ما اشتغلت عليها صح، ممكن أول ما تباوع تعرف أنه هذا بناء، يعني تعرف هذا شنو، وبالتالي طلعت من خانة التجريد. التجريد اللي هو ينطيك مساحة أنت كمتلقي تباوع على الصورة وتأخذ وقت يلا تفهم هذه شنو. لذلك رائدين المدرسة التجريدية في أمور الرسم اللي هو مثلا بيكاسو على سبيل المثال، بيكاسو هو واحد من رائدين المدرسة التجريدية، لأنه هو كان مدرسة تجريدية والتكعيبية. اللي كان شي يسوي لو ترجع نشوف لوحاته، يرسم الوجوه على شكل مكعبات، مكعبات ومربعات. فهو يعتبر رائد المدرسة التجريدية والمدرسة التكعيبية. وهو يتمر علينا أنه صورة بها لطشة هيتشي، ويقول لك تلقى العالم واقفة وتباوع وصافنة وتحلل وتنباع ملايين الدولارات. هذه اللي هي تروح باتجاه المدرسة التجريدية. يلا نرجع. هذا غيث GHAITH -art.com، او مجرد اكتب غيث صالح بالجوجل راح تلقاه موجود، تلقاه اول واحد. اوكي، هسه قلنا الاندي فلتر، استخدام الاندي فلتر بالتصوير المعماري جدا مهم. هسه راح نجي نحكي على تقنيه المالتيبل اكسبوجر. المالتيبل اكسبوجر اللي هو شنو؟ اللي هو التقاط مجموعه من التعريضات الضوئيه. الكاميرا عبارة عن جسم إلكتروني حال أي جسم إلكتروني ثاني، ما ممكن أن يقارن بالعين أو يعني البشر بشكل عام، وما ممكن أن تقارن بالعين البشرية. العين البشرية عندها إمكانية أنه أنا إذا وقفت بهذا المكان الآن راح أقدر أنا أشوف المناطق اللي إضاءتها كلش عالية، هذه اللي هسه مختفية تفاصيلها راح أقدر أشوفها مثل ذيك الصورة، والمناطق اللي بيها ظل اللي مثل ما أنتوا هناك تشوفوها راح أقدر أشوفها. وهذا هسه اللي يصير بالقاعة. أنتوا قاعدين بمنطقة ظلمة، عيونكم تبرمجت أنه تقدر تشوف الأشياء اللي بالمناطق الظل أو المناطق اللي ما بيها إضاءة، بنفس الوقت تقدر تشوف الشاشة. إذا حطينا هسه الكاميرا وأخذنا صورة، إيش راح تطلع الصورة؟
لو أضبط التعريض على الشاشة حتى نشوف شكو بالشاشة وانتو طلعتوا ظلمة، لو أضبط التعريض عليكم وراح تطلع السكرين يطلع كله أبيض. فعملية المالتيبل إكسبوجر أو دمج التعريضات الضوئية هي عملية تعويضية. إحنا نلتقط مجموعة من الصور، مجموعة من التعريضات، كل تعريض بإعدادات مختلفة، ونسوي العملية التالية اللي هي إحنا ناخذ هذه الأجزاء نوفرها هنا، وناخذ هذه الأجزاء نجي نضيفها هنا، نقدر نشتغل عليها حتى شو نحصل؟ حتى نحصل على ليش قلنا حكينا على الستاند؟ حتى نحصل على هذه النتيجة راح نشتغل. طبعا نرجع ونقول انه السكرين الشاشة شوية مو واضحة، راح نحصل على نتيجة انه احنا مناطق الظل عندنا تكون واضحة، الاشياء عندنا هذه الانسة، الباب بالشاشة، هذه الباب، الزخرفيات، الامور الموجودة كلها واضحة، ومسقط الاضاءة ايضا واضح. حتى نقدر نحصل على هيك نتيجة لازم احنا نصور مجموعة من التعريضات وندمجها. هاي التقنية شلون تصير؟ ستاند ثابت 100% يوفر لك إمكانية أنه أنت تصور مجموعة من التعريضات. مجموعة من التعريضات منين تجيني؟ ممكن منو يقترح علينا شلون نقدر نحصل مجموعة من التعريضات؟ براكتينج بالكاميرا. إيش قد ينطيك؟ حسب الوقفات اللي تدريجها، ثلاث كم صورة؟ ثلاثة أو خمسة؟ ثلاثة أو خمسة. تمام. بس خلي قبل أن ننسولف خلي نباوع على شغلة صغيرونة. فكر أنه أنت تحصل على هذا العدد من التعريضات اللي هو شقد؟ كل تكوين واحد اللي هو شقد؟ اللي هو 107 آيتم. تريد تشتغل صح؟ تريد تتونس بالشغل؟ أنت تريد تتونس؟ يعني أنت من رايح ومسافر وتدور على هذا البناء، على هذا اللي هو ما تلقاه بغير مكان. يعني انت من رايح على بناء معين انت ما تلقاه بغير مكان، هو موجود هنا. فانت تريد تحقق اكبر كميه متعه ممكنه فيما يخص التصوير وفيما يخص البوست بروسيسنج والمعالجه لاحقا، لازم تسوي الى نفسك اسلوب وتنتج انت اعمال وطريقه تشتغل بها تحقق اقصى متعه. فلوسك اللي انت دفعتها على السفر ما راحت بلاش، لانه انت خلي في بالك المكان اللي تصوره ترى راح تصوره انت تاخذ بيه يوم كامل، انت تقعد بيه يوم كامل حتى تلقى الزاويه الصحيحه والمكان الصحيح والتناظر الصحيح والتعريضات. ممكن يفلت من عندك الضوء، مدخل الإضاءة ومخرجه يفلت، يفتر عندك بغير اتجاه، هاي الأشياء كلها. فأنت اليوم كامل ويجوز يوم وأن تقتل بالمكان الواحد، لازم تحقق لنفسك أكبر كمية متعة ممكنة. أنا بالنسبة إلي متعتي أنه أنا أصور أكبر كمية ممكنة من التعريضات، ويتحول الموضوع إلى تحدي شلون أقدر أستفاد من هاي التعريضات كلها بحيث أكون ملف واحد حجمه مال حجم 107 صورة. تمام؟ فعملية تصوير التعريضات إذا ما كان ترايبودك صح وما كان طريقتك بالتصوير أو أمورك مضبوطة بشكل دقيق ما راح تطلع النتيجة كلش يعني ممتعة. واحد. اثنين، عملية اختيار ثلاث تعريضات هي عملية بيسك، عملية أساسية جدا. احنا ما نعتمد على البراكتينج الموجود بالكاميرا نهائيا، احنا نولد تعريضات احنا نسويها. شلون؟ من خلال تغيير قيم شتر سبيد. فتحة ما اقدر اغيرها، ليش؟ على ديف اوف فيلد كل صورة راح يصير بها عمق الميدان يختلف عن الثانية وراح نوقع بمشاكل. الايزو ما اقدر ارفعها كلش معروف لانه راح يصير عندي نويز بالصور راح تختلف من صورة الى اخرى. الحل الامثل والوحيد اللي هو شتر سبيد. احنا شلون راح نبدي نصور؟ راح احط الكاميرا مالتي على ستاند، اثبت تكوين اختاريته، زاوية مالتي، تعريض، كل شيء ضبطت، ابلش اني اشتغل. السنتر مالتي وين راح يكون؟ على سبيل المثال خلينا نفرض انه السنتر مالتي راح يصير ايزو 100 والاف نمبر خلينا نقول راح نشتغل على 8 او 11، راح يصير عندي شتر سبيد
راح أبلش. السنتر مالتي مثلاً إيش راح يكون على سبيل المثال؟ السنتر مالتي انطاني خلينا نقول وفق هاي الإعدادات عندي خلينا نقول 1/80 تمام؟ 1/80 إيش راح أبلش أسوي؟ راح أبلش أنزل جو 1/80 بالقدر اللي أريده وأصعد فوق 1/80 بالقدر اللي أريده. يعني راح أصور صورة 1/80 بعدين صورة 1/40 صورة 1/20 صورة بعدين أوصل إلى ثانية كاملة ثانيتين 3 ثواني 10 ثواني 20 ثانية ممكن أوصل إلى دقيقة. لازم كل شيء يكون ثابت لذلك واي فاي أو كاميرتك إذا كانت بيها تحكم ريموت كنترول تقدر تغير من عند الإعدادات أو تتحكم من التليفون وتغير الإعدادات راح يساعدك هاي العملية حتى أنت ما تلزم الكاميرا وتغير أو لازم تكون ثابت يعني تكون تعرف إيش تسوي يعني محسب حساب للحركة اللي راح تصير لا تستهين بيها لأنه بعض الأحيان إذا ثابت أنت دا تشتغل وواحد مر من يمك أو سد الباب قوي ممكن الهواء يحرك الكاميرا بنسبة كلش سريعة يعني نسبة كلش قليلة. فتحسب حسابك على هذا الموضوع وبعدين نصعد إلى 1/100 1/125 1/200 225 ممكن نوصل إلى 1/1000 جزء من الثانية كشتر سبيد. إيش راح يوفر لي العملية؟ راح يوفر لي تدرجات بالإضاءة كمية كلش كبيرة هنا. يعني هذه الصورة راح يكون بينها وبين هذه الصورة فد 10-15 صور وبين الثانية والثالثة أيضا فد 10-15 صورة. تأمن لي كمية كلش كبيرة من البيانات أقدر أشتغل بيها. تمام؟ ماشي الأمور؟ ماشي؟ نوقف؟ دختوا؟ تعبتوا؟ جيد. أكو خطأ كلش شائع دائما إحنا نسمعه اللي هو الـ HDR وهو بالعادة هذه التقنية يطلق عليها الـ HDR. بالمقابل كلنا نشوف الصور هذه اللي تكون هيك الغيوم بيها هيك طالعه من الصوره وهذا التباين اللي كلش قوي من نكتب اتش دي ار. كلكم كنا من بدينا نصور كلنا كان يعني اول ما بلشنا نصور ارد اسوي صوره اتش دي ار. يعني تعرف احنا من نشتغل بالبدايه اول ما تدخل بالعالم عالم التصوير تريد تسوي كل شيء فكنا كنا ننبهر بصوره الاتش دي ار ونريد نسويها شلون هذول يطلعون هيك تفاصيل يعني ناطه وطالعه من الصوره واحنا صورتنا فلات. فمتعارف عليه اسمه HDR. التقنية الصحيحة هي مو اسمها HDR هي اسمها Tone Mapping. هذه العملية أو هذا التحرير أو التعريض دمج الأمور هاي الملاعب كلها الريزلت النهائية هو اسمه Tone Mapping لكن الملف اللي احنا ولدناه هو اسمه HDR. يعني شنو HDR؟ Dynamic Range. شوفوا هاي داكم الشاشات مالتنا الشاشه والخلي نقول وحتى بعض المتحسسات للكاميرات هذا هيستوغرام. كنا نعرف شنو الهيستوغرام؟ اكو احد عنده اشكال بالهيستوغرام؟ هيستوغرام اللي هو موجود بالكاميرا من ناخذ صوره خلي بس اشوف نشوفه هنا لا الهيستوغرام ينطيك يشرح لك عن بيانات اللي موجودة بالصورة من اللون الأسود للون الأبيض وأيضا ينطيك موضوع الألوان اللي هو هذا تشوفوا هذا اللي هو إذا أردنا نجي هنا نقول adjustment level راح نشوف هذا الهيستوغرام. هذا الهيستوغرام ينطيني قراءة تقنية للصورة. إذا أنا كنت ما أعرف أن الصورة مالتي تعريضها قليل أو تعريضها أوفر إكسبوجر ممكن أباوع على الهيستوغرام موجود عندنا بالكاميرات مالتنا. بعض الأحيان إحنا نصور شمس شاشة مالتي مدى تنطيني الصورة أنا مدى أعرف الصورة تعريضها صحيح لو لا تقدر تباوع على الهيستوغرام. هذا إذا كان بي بيانات من البداية للنهاية يعني صحيح يعني ما عندي أشياء كلش بيضة وضايعة أوفر إكسبوجر وهنا أنا معناها ما عندي بيانات مختفية باللون الأسود. هسه حاليا الصورة بها سواد كلش هواية فنشوف نسبة اللون الأسود عالية وتنزل. هذا الهيستوغرام ينطيني ها نعيد زين خلينا نجيب غير مثال هو الـ
اليسار شادو واليمين هايلايت. هايلايت. هسه راح ناخذ صورة، راح ناخذ صورتين كمثال. هسه لو نباوع على الهيستوغرام مال هاي الصورة ايش راح نشوف؟ الجزء اليسار اللي هو مسؤول عن اللون الأسود ما بي بيانات نهائيا، مختفية البيانات. هذا شنو معناها؟ هذا معناها انه الصورة مالتي ما بيها تدرج للون الأسود، يعني ما بيها تدرج بالإضاءة من اللون الأسود ولا ألوان تدرج الميتون اللي هو الرصاصي وينتقل إلى اللون الأبيض. يعني فعليا أكو عندي بيانات نقص، بيانات مو موجودة. وبالمقابل بالعكس إذا أردنا نشوف الصورة الثانية اللي هي under exposure راح نباوع عليها نشوف، إذا طبينا للليفل راح نلقاها بالعكس، راح نشوف إنه هنا منطقة اللون الأبيض ما بيها بيانات، معناها الصورة عندي ما بيها تدرج للون الأبيض. هذا الموضوع يخليني أنا أقرأ الصورة مالتي من تقنية، قراءة تقنية، يعني مو أحكم عيني. واضحة؟ ما عندنا بها مشكلة؟ جيد. اللي نسويه إحنا شنو؟ الآن لو ردنا نجيب واحدة من كاميراتكم الاحترافية أخذنا بيها صورة بعيدا عن الكواليتي وجبنا تليفون دوب 6600 أخذنا صورتين، أوكي؟ الفرق بيناتهم شنو؟ بعيدا عن الكواليتي، الفرق الأول بالكاميرا مالتنا إيش راح تنطيني؟ راح تنطيني الكاميرا السنسر مالتها راح ينطيني هنا بيانات كلش هواية، ينطيني بيانات هواية بحيث أنا أقدر أتعامل ويا الصورة. يعني هسه لو أريد نرجع مثلا لهذه الصورة على سبيل المثال، زين، إذا أريد أفوت للليفل أنا الآن عندي بيانات، أقدر مثلا أنا أشوف هذه المنطقة مال الباب إذا كانت كلش ظلمة أقدر أنا أرجعها، أو إذا عندي هذه مثلا المنطقة إضاءتها كلش عالية إذا قللتها أقدر أرجعها. من أجيب صورة من تليفون بيانات بها قليلة هاي العملية ما أقدر أسويها. فنرجع للHDR. الHDR شنو؟ كاميراتنا والشاشات بالأحرى شو تصور؟ تشتغل على 8 bit. ال 8 bit اللي هو شنو؟ اللي هو بيانات هنا وتنتي. فعليا البيانات هي منين جاية؟ فعليا البيانات هي هذه اللي هو هذا الهيستوغرام. الآن فعليا الصورة الكواليتي العالي تكون بيها بيانات بادية منا وبيانات واصلة لهنا، بس بما انه شاشاتنا 8 bit، تمام، والطريقة اللي دا نعالج بيها هي 8 bit، شدي يصير عندي؟ اللي دا اشوفه فقط هذا، ما دا اشوف هاي التدرجات الباقية. من اشتغل واولد ملف HDR بصور كلش هواية بتعريضات كلش هواية، أولد هذا الملف ويصير ملف حجمه كلش كبير بمجموعة تعريضات، أنا فعليا سويت، فعليا حولت العملية من 8 bit إلى 32 bit. ها شنو؟ اثنين وثلاثين بت. يعني هسه أنا الصورة الرو اللي أصورها 16 bit. الشاشة ما تقرأها؟ ما تقرأها. لازم شو تسوي؟ لا، لازم شو تسوي؟ لو جيب مونيتر يقرأ الاثنين وثلاثين بت حتى تقدر تشوفها صح، لو هو أوردي راح يسوي لك إلها كومبرس ويضغطها واحتمال يرجعها مو 16، احتمال يرجعها 8 bit. تمام؟ هسه راح نعرف شلون نقدر نسويها 32 وشنو اللي يصير عندنا من يصير 32. هسه احنا شو تعلمنا من التعريضات؟ التعريضات احنا من ناخذ مجموعه تعريضات، انا ايش دا اسوي؟ دا اولد ملف 32 بت حجمه كلش كبير ببيانات كلش كبيره، يعني كانما انا كانت كاميرتي عباره عن تليفون دب وصورت بهذا التليفون الدب، جمعت صور بيانات من الصور مال التليفون الدب لملمتها بحيث صارت عندي صورة نبيها حجم البيانات اللي توفر ليها 5D Mark IV. هذا اللي نسوي احنا بعملية دمج التعريضات، يعني انا دا اجمع واململم بيانات من كل صورة واحطهم مكان واحد. احنا جدا نشتغل هسه دا نشتغل رياضيات ما له علاقة، يعني احس احنا ما دا نشتغل على صورة، ما دا نباوع على صورة، دا نشتغل احنا على ارقام، اكوم ارقام منها واحد، أكون منها وحط، أكون منها بحيث أبني ملف حجمه كبير. هسه هذا الآن هذني التعريضات إذا ردت أشتغل بيهن
وادمجهن واشتغلهن على ملف واحد. حجم الملف الواحد هسه الان بهذا شقد؟ جي بي جي حجمه 9 ميجا للصوره الوحده، حجم اعتيادي طبيعي، يعطيني بيانات، يعطيني شغل كلش حلو. اذا اردت اني اجمعهن واولد من عندهن ملف واحد كبير، فمن المتوقع انه حجمه يكون هسه هذا حاليا من 7 صور فقط يصير 158 ميجا، ومن المتوقع يوصل حجم الملف الى جيجا، جيجتين ونص، 3 جيجات حجم الصوره الوحده. 963 ضربتهم في 107 عاشت ايدك، 973 ميجا ممكن يوصل الى الجيجا بايت حجم الصوره الوحده اللي راح نشتغل بها. هذا شنو يعني؟ هذا يعني صارت عندنا بيانات بهذا الحجم. تمام؟ ناخذ استراحه 5 دقائق، شويه تصحصحون 5 دقائق مو اكثر. بس تعقيب على تفضل. الشاشات كلها حاليا 99% ترى 8 بت. 8 بت الشاشات الاحترافيه بعضها 16 بت. 32 لا ماكو بالعالم شاشه ترى. لا حاليا اكو ما انا اللي ادري بيه انه اكو حاليا شركه دا تنتج شاشات 32 بت، بس ارقامها كلش عاليه. لذلك احنا شنو اللي نسوي بالمعالجه؟ الفوتوشوب اكو بيه خيار يخليني اني ارجع الصوره من 32 بت الى 16 بت حتى اقدر اشوفها، اقدر اعرضها، ومن تحولها راسا تتضرر الصوره، فيصمموا كنترول تقدر تتحكم به حتى ترجع الموضوع للوضع الطبيعي. هسه راح نشوفها، بس هو فعليا يعني عمليه ال 32 بت عمليه كلش ضخمه كلش كبيره، فاحنا اللي نشوفه هو فعليا هو 8 بت، يعني نشوف جزء كلش قليل من البيانات اللي لازم نشوفها. تمام؟ 5 دقائق؟ يلا دخنوا واشربوا ماي، بس 5 دقائق مضبوطه.